معانا على التليفون دكتور ريهام امبابي، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة. مساء الخير دكتور ريهام. مساء الخير، ازي حضرتك يا استاذة دينا؟ الحمد لله حبيبتي، كله تمام الحمد لله. كل سنة وانت طيبين، والسادة المشاهدين كلهم بألف وانت ورمضان كريم. الله اكرم الله اكرم. طبعا الاعتراض ده جاي في محله بالظبط، لان يعني احيانا الخبراء وعلماء النفس بيتكلموا عن الخيال، فاذا كان الخيال بقى بنطبقه على ارض الواقع من خلال مشاهد، ايه اكتر الحاجات اللي تنبهت لها اللجنه في المجلس القومي للمرأه؟ اولا لجنه الاعلام في المجلس القومي للمرأة برئاسه الدكتوره سنه الصليبيني وتحت اشراف الدكتوره مايا مرسي. هي اللجنه منشاه من سنه 2016، بترصد كل سنه دراما رمضان والاعلانات والبرامج بمساعده مجموعه من الطلبه في كليه الاداب عين شمس. بنعمل لجنه جديده، بنعمل استمارة تحليل مضمون، بنبتدي نمسك كل مسلسل على حده، يبتدي نحلله ونحلل وحده المشهد. طبعا الملاحظ اللي كان ملاحظ في 2016 ان نسبه العنف ونسبه الصور السلبيه للمراه عاليه جدا. ايوه. فاضطرت لجأ المجلس القومي للمراه ولجأ وخاصه لجنه الاعلام الى اصدار حاجه اسمها كود اعلامي. الكود الاعلامي ده ابتدينا نحط ازاي المراه تتقدم في الدراما وفي الاعلانات وفي البرامج، وازاي ما نسقش للمراه، بالذات ان يعني كان ساعتها سياده الرئيس اعلن ان عامل مرأة، فبالتالي كان لازم كل حاجة تخضع ان المرأة بتتقدم، المرأة بقت وزيرة، عندنا اكبر نسبة تمثيل للوزارات في مصر من المرأة فهذا العصر، فطبعا ما يبقاش ده كله وبعدين نيجي يعني في الدراما نقلبه بصوره سلبيه. بشكرك شكرا جزيلا مره تانية، كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك طيبه يا استاذه وكل القائمين على المجلس القومي للمرأة، بشكرك شكرا جزيلا.